انا من نوعيه الحراس اللي معايا بقول لهم مثلا لو في جون دخل فيك من نص الملعب ومش قصدك هسامحك، انما انا وانا قاعد بره احس انك بتتنك على الكوره، بتتنك بتتقلط على الكوره، بتتعالى على الكوره، هقعدك. صبحي جاي فتره من الفترات يعني ما عجبنيش، دخلت عواد، فالناس اتفاجئوا ازاي هتلاعب عواد، كل الناس اتخضت، عواد صغير، عواد جسمه صغير، عواد مش عارف ايه. قلت لهم لا، مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه يغلط ويشوط ويصد ويعمل ويغلط، لغايه ما عواد اتباع من سنه ب 80 مليون جنيه. يعني هم الناس كلها اتفاجئوا ان لما عواد راح الزمالك واتباع ب 80 مليون جنيه ان النادي هيقع. فلما سالوهم قلت لهم لا، انا ما بحبش حد، اصل عواد جه يقول لي انا مش عايز العب مع اللعيبه دي يا كابتن. انا هو انا هلعب مع اللعيبه دي؟ قلت له انت جاي من ريال مدريد؟ ده انت جاي من واحده السعودي، يعني مش جاي من نادي كبير، يعني انت كنت رايح اعاره واحده السعودي وجيت رجعت النادي. لا وانا كمان مش عايزك عواد. قلت لهم في النادي لو عواد رجع النادي الاسماعيلي انا هقعد في البيت مش هشتغل، مش هخلي واحد ينزل التمرين معايا بالعافيه. طب مين عندك غير عواد؟ قلت لهم عندي فوزي ومجدي. طب وازاي يا كابتن؟ لا استحملهم، استنوا اصبروا. فانا ما بحبش التناكة طول عمري، ولا القلاطه ولا تتنططي على النادي. هتتكلمي معايا كويس وهتبقى محترمه النادي والنادي اللي عملك ورفع اسمك وعمل لك فلوس وخلاك تتجوز وتفتح بيت وتجيب اسره وتجيب عربيه وتجيب فيلا، هشيلك فوق راسي. مش هتعمل كده، مع السلامه. والله العظيم كان نفسي امسك مدير كره لمده شهر، كنت اعرفهم ايه معنى نادي الاسماعيلي. كلمت حارس مرمى عشان يجي النادي، قال انا عايز 6 مليون في السنه. قلت له ليه 6 مليون؟ ليه هتصدوا لي صده كل صده ب 500,000؟ لا مش عايزك. انا اسماعيلاوي اصلا، اسماعيلاوي اسماعيلاوي يعني، وانا عندي 11 اخ وانا اصغر واحد في 11، فكنت بشوفهم وانا صغير بيعملوا ايه. لما الاسماعيلي كان بيكسب الاهلي وانا صغير او الزمالك هنا وبلد بتبقى عامله ازاي. فاتولدت في يعني في مكان كلهم اسماعيلاويه، فلما العب في اسماعيلي وانا صغير واطلع فريق اول وابقى كابتن نادي الاسماعيلي، ده حلم كبير ليا ولاي حد، اي حد يتمنى يعدي من جنب نادي الاسماعيلي. كنا بنلعب الاتحاد الاسكندري، وكان طبعا اخواتي كلهم قاعدين في المدرجات طبعا، وليا اخ كان قاعد ورايا في المدرجات، فنط من فوق السور وجالي لغايه الجون، عشان كان ليا اخ تاني اتخانق مع ظابط فاخدوا اخويا دوت. فاخويا جاي يقول لي مسك اخوك. قلت له طب انا مالي يا عم، ليه الماتش شغال؟ فقلت له مش هينفع. قال لي لا خلص وتعالى. خلصت الماتش وطلعت على الاسم، خلصت اخويا طبعا. بس الموقف اللي لما اخويا نزل الماتش والماتش شغال ورا الجون، بس الظباط مش عايزين ايه يكلموه عشان هو عارفين هم اخويا، فجالي عند الجون قال لي اخوك اتمسك. مسك من، انا عمال ابص كده وابص للملعب، ابص كده وابص للملعب، في ايه؟ قال لي اخوك الظباط مسكوه عمل مشكله في المدرجات. كنت بعد كل ماتش بقى اطلع على الاسم ده واطلع على الاسم دوت، ده اخويا عامل مشكله هنا واخ ده عامل مشكله هنا، كلهم كانوا متوزعوا في المدرجات. الموضوع منتخب مصر دوت احنا بعاد عنكم قوي، حتى انا سيف زاهر ومره كنت قاعد معاه قال لي يعني ايه عنكم؟ قلت له ايوه انتوا في حته واحنا في حته، انتوا في دنيا ثانيه واحنا في دنيا ثانيه، احنا اقاليم، احنا ما بنعديش الكارته غير لما اروح مثلا اتفسح انا ومراتي انا واولادي انا واحفادي. فيقول لك لا اصل حسام عصبي وسعفان عصبي وميتو عصبي. يا سيدي انا عصبي بس هكسبك في شغلك. انا دلوقتي عندي مصنع والمصنع ده فيه 4 عصبيين بس بيجيبوا لي كل شهر 1 مليون جنيه او 2 مليون جنيه، هجيبهم هدي زي ما انا مسكت منتخب الشباب مع كابتن ضياء السيد من 4 سنين وكابتن مصطفى يونس، كانت مجموعة محمد صلاح والنني والمجموعه اللي بتلعب دلوقتي ديت. فكابتن جوهري كان مدير فني الاتحاد، جابني في المكتب عنده قال لي سعفان في ناس في اتحاد الكوره ما كانواش موافقين انك تمسك المنتخب الشباب عشان عصبيتك ونرفزتك وبتاع، فعشان خاطري عشان خاطري امسك نفسك وانا جايبك. قلت له بص يا كابتن انا مش هقوم من على الدكه، مش هقوم ولا اتحرك. وفعلا قعدت 4 سنين في المنتخب الشباب ووصلنا كاس العالم في كولومبيا وما عملش اي مشكله خالص. لما يجيبك حد كبير وانت بتحبيه وتقدريه هتسمعي كلامه، انما لا سعفان ابعده، لازم احمر لازم ابيض، فمش هينفع يجيب احمر واصفر او احمر واخضر مصري، لا لازم احمر وابيض. فهو المنتخب كده. عوض ما راحش كاس عالم هو في النادي الاسماعيلي، وكان احسن مرمى حارس مرمى في مصر وكل الناس اشادوا بكده، وما راحش كاس عالم. الشناوي وهو بيلعب في المنتخب في بتروجيت ما كانش في المنتخب، لما راح الاهلي راح المنتخب. هي كوره كده على فكره.